أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. مرة أخرى نعود لكم القصة ديال فاطنة. فاطنة اللي كانت عيطات علينا، سجلنا معها، اللي تعاني من سحر، واحد السحر الله يحفظنا ويحفظكم، لا حول ولا قوة إلا بالله. المغاربة كاملين شافوا معنا المعاناة ديال فاطنة من السحر اللي كتدعي ان دارته لها صاحبتها اللي كانت بحال اختها، واللي دارت ليها التوكال وصلتها لهذه الحاله اللي هي فيها، وصلتها ولا عندها مرض الارتعاش لا ارادي. الارتعاش لا ارادي اللي بزاف الناس في لي كومونتير، الناس اللي ما كتامنش بالسحر، ناس اللي ما كتامنش حتى بالمس ديال الشيطان، ولا كيديروا دي كومونتير تيقول لك هاد السيده راه عندها مرض الارتعاش، وكيفهموا بزاف في لي كومونتير. مع العلم اننا في الفيديو راه قلنا ان فاطمه مشات لعند اطباء، والاطباء ما داروا ليها والو، عياو معاها بالادويه سنوات دابا، وفاطمه كتاخذ الادويه ما كدير لها حتى شي حاجه، لدرجه كاينين اطباء اللي تيقولوا لها حنا ما عندنا ما نديروا لك. كاينين اطباء اللي كيقول لها راه ما عندك والو، حتى هذا مرض الارتعاش اللي نورمالمون خصنا نديروا لك وصفه ديالو، راه بالنسبه للاعراض ديالو راه ما عندكش. هاد الناس اللي كدير لي كومونتير وكتفهم بزاف، راه الناس عندهم تجربه، الناس ملي كيكونوا عايشين في وسط التجربه، راه ماشي هو انت اللي شاد كومونتير وكتقول مرض الارتعاش. علاش كتشوف واحد كيترعد؟ صافي راه عنده مرض الارتعاش، ما عندوش مرض اخر. ففاطنة عندها مرض المس وعندها سحر موكول، وهذا الشيء كله تبتلشوا لينا هي، ماشي حنا، ماشي حنا اللي كنقولوه، هي اللي كتقولوا. ارجعوا للفيديوهات السابقه ديالنا وغتشوفوا هذا الشيء كامل. اخر فيديو درنا مع فاطنة هو كان نور الدين الراقي دخل على الخط وبدا معها العلاج، ولكن فاطنة بين ليله وضحاها كترفض انها تجاوب نور الدين وما كملتش العلاج. واحد المده دابا فاطنة ما كتعالجش، اكتفت غير بالدواء ديال الطبيب. غادي نشوفوا مع فاطنة المستجدات ديالها، وعلاش وقفات العلاج ديالها مع نور الدين، وعلاش هربات من دارها الحي المحمدي وجات لهنا للطماريس. فاطنة، اش وقع من اخر لقاء ديالنا معاك؟ شنو اللي خلاك ما بغيتيش الدواي، ما بغيتيش شنو احكي لي، احكي لي فاطمه. السلام عليكم بدا، شكرا بدا الحضور ديالك معايا، عيطت لك واستقبلتي مكالمه المهم سمعت شي عندي شي ستريس. كنشكر بدا، خلاص طبعا كنشكر بزاف. اشنو اللي بقى؟ ما عرفتش علاش بقاش بقيت بغيت نجاوب حتى واحد، كيعيطو لي الناس، كيعيطو لي الوقات، كيعيطو لي سي نور الدين، بغيت نجاوب حتى واحد. قلت صافي قلت غناخد الدواء، قالت لي صافي غنميك. ملي خرجت كناخد الدواء، كناخد يوم نهار بعد نهار كنزيد ندمر، كنزيد كنمرض كثر، لدرجة ما كنخرجش الطواليت حاجة، كنبصنا ندير كتف، كنبصنا ندير لي مبوس. جاتني مرض واخا فاطنة، بشوي عليك باش نعاود الكلام ديالك، لأن فاطنة نظرا لأنها كتهضر مزروبة وربما ما كتسمعوش، غنديرو بحال الفيديوهات السابقة. فاطنة كتقول أنها في ديك الوقيتة ملي بدات العلاج مع نور الدين بدا كيبان لها الضو، ولكن اللي جاها هو أنها ما تجاوب حتى شي حد، ما بقاتش بغات تجاوب حتى واحد، حتى حنا راه ما بقاتش باغا تجاوبنا، لدرجة بيني وبينكم حتى انا ما بقيتش بغيت نجاوبها، ما كنتش عرفت شنو اللي وقع. ولا كنقول السيده حنا مدينا لها يد المساعده وهي حتى الجواب ديال التليفون ما كتجاوبناش، حتى كيعيط ليا ولدها، عيط ليا ولدها
قال لي يا عمي الله يجزك بخير، راه ماما راه اللي واقع راه ماشي لخاطرها، راه لا حول ولا قوه الا بالله. ملي جيت عند فاطمه دابا نتوما سمعتوا، قالت لك ما بقيتش بغيت نجاوب حتى واحد، التليفونات ما بقيتش كنجاوب عليهم، داك الشيء لا ارادي، داك الشيء فوق الطاقه ديالها، ماشي بوحدها ما بغاتش تجاوب التليفونات. صافي مؤخرا بدا مهم، شو اللي غادي في الدار؟ مشاكل بزاف في الدار، داري مشى خليكم مساكين ودوني داكشي ديال داكشي اللي واقع في الدار، ما بقيتش باغي نعيش في الدار. عيطوا لي البوليس قالوا لي ولدك عندنا، مشيت لقيتهم مشى قدام باب الكوميساريو وقال لي وهذا، قال لي بيزار انا دري قدام باب الكوميساريو هرسنا الطوموبيل باش دابا جانا ندخلو. عيطوا لي مشيت مهم طلبتهم داكشي طلقوه، حتى هو اصلا ما ستة مرات طلبت طلبتهم مسكين لقيت فيها. هذا ولدك الابن ديالها ملي شافها في ديك الحاله ما بقاش قادر يشوف امه، ولا باغي يمشي للحبس، ولا باغي غير يموت وما يبقاش يشوف امه بحال هكاك، لدرجه انه مشى حتى لباب الكوميساريه هرس باربريز ديال الطوموبيل باش يشدوه، وبالفعل شدوه. ومشات فاطمه ديك الحاله ديالها كطلب وترغب في البوليس، كطلب وترغب في الناس مالي الباربريز. ما مشيتيش انت، مشى شي حد من العائله، مشى تما كيطلبوا ويرغبوا تيعاودوا لهم على الحاله ديال فاطمه، عاد طلقوه. وهو اللي عيط ليا، وهو اللي دابا واقف مع مو، هو اللي قال لي غنحاول ما امكن غنصبر ونحاول نوقف مع ماما حتى تعالج. فهمتي شنو ديك الحالة ما تقبلتهاش بلا مو باه بابا بكا غير بلاكي خاصني وستي الحالة، يعني ولات عندنا ضمار في الدار، يعني ما بقاوش ولات عندنا مشاكل في الدار. حتى الزوج تخلى عليك فاطمة؟ ماشي تخلى عليك، ولات العلاقة مابقاتش كي كانت، فهمتي كيخ تخرج من ليا، خرج من ليا الصداع، الغوت، صافي خرجت. خرجتي بالليل من الدار ديالك بيجامة، قلتي لهم والو نخرج من الدار. قلت انا غنبقى مشتت بالي، كلشي كيبكي، كلشي يعني الحياه ديالي تبدلات اصلا، العواقب تبدلات. قلت ربما نكون انا السبب، ما خصني نخرج بحالاتي. مشيت مطلع غادا في انا لابس البيجامة، غادا فين كنت غادا؟ كنت نطلع للسطح تلاح، حقا جيت كنتي باغا تطلعي للسطح وتلاحي يا فاطمة؟ جرني ولدي هبط من السطح، ما هبطي هبطي قلت له صافي قبل ما تكون سميه، قلت صافي وليدي صافي ندير حل نوقف لحد حياتي، دمرتكم داك انت، انا دمرتكم غير خصني نوقف هنا ندير حد حياتي. وصلتي للتفكير في الانتحار فاطمة؟ طلعت السطح ولدي هبط من السطح، جا بروز غادي مهم. كاين ولدي درسات ولدي ماما خرجتي عليا، خرجتي من المستقبل يا ماما، كنت غنمشي للاكاديمي ما قريتش، ما خليتش الاكاديمي اللي كان غيلعب كره. كيجي عندك و تيقول لك خرجتي عليا، خرجتي عليا ما انا كنت غير تيقاتي بغيت كتبكي لي تبكي تا سلام دري تقول لك هذا خطير، كي مش هضر يعني ما كنتقبلهاش، كنجي نشوف القام فين انا خلاصي، فين انا دمرت عائله يعني بلا شي وضوحه، ولا ديك الاولاد كانوا عايشين في شكل ولا ولكن هادشي راه ديال الله، هادشي ماشي بيديك انت، ماشي انت اللي بغيتي تمرضي. ما تقبلوش المرض ديالي، ما ديرناش فيه صعيب، ما مفهومش المرض ديالي، كنت غير كنطيح ليهم كنغيب، ما كيعرفوش شنو، فهمتي ما كيعرفوش، بزاف بزاف كنبقى صغار ما كيعرفوش، فهمتي كيجي بابا في العشية كيبدا يعودوا ليك كيبقاو كيخنزروا ينقر، شنو كديري الدراري خاصني ندخل، شنو كديري الدراري كديري هاد الحالة اللي قدام، انا لو كنت عامل معايا بحال شي واحد مصدق، فهمتي كنت انا معايا ماشي داك الزوج اللي ماد لك يد المساعده وواقف معاك، كان واقف معايا في الاول، كان واقف معايا عيا ايوه صافي عيا لا حول ولا قوه، لازم نوصل للطلاق صافي حل نوصل. وصلتوا للطلاق كاع؟ دابا صافي وصلنا للطلاق، باش كل واحد المهم حقه الحق، في غير طريقه مرسوم مريضه يبقى مرسو صلاه في الدار، داك اللي تشكاو لي بابا كدير لنا كذا، بقى لي ناعسه انا مغيبه يا رخصتي.
لا حول ولا قوة إلا بالله. دمار ديال العائلة بأكملها بسبب السحر. فاطمة من بعد هذا السحر اللي تعرضت ليه هذا دمار عائلة كاملة. الابن الأوسط كيقول لها خرجتي عليا ماما، علاش؟ حينتي كانت تختار في الأكاديمي ديال كرة القدم وما مشاش، اختار أنه يقابل أمه. الابن الأكبر واحد لقيته ما بقاش كيتقبل الواقع المعاش. الزوج كان واقف معها في الأول ولكن عيا ما بقاش قادر يكمل مع فاطنة. فاطنة تراكمات عليها المشاكل، ولات كتفكر في الانتحار. طلعت خرجت من الدار وتما طالعة للسطح باش توضع حد لحياتها. لولا ألطاف الله عز وجل، لولا الابن ديالها كان حاضر وهو اللي هودها. فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذه رسالة للناس اللي ما كتآمنش بالسحر، هذه رسالة للناس اللي كتقول أن السحر ما كاينش. أسيدي ما غنقولو السحر هذا كاع، هذا مرض غير أجي داوي لينا أنت اللي ما كتآمنش. وصحاب باركنسون كيصحو بحال رجليهم، صحاب باركنسون الناس اللي عندهم مرض باركنسون كيصحو عندهم حنا في رجليهم. بلاتي فاطمة كتقول لكم رسالة، وصحاب الباركنسون كتصبح عندهم الحنة في رجليهم. أن فاطمة مؤخرا وليتي كتلقاي الحنة في رجليك. الحنة كارطة تحط فيها دراسي. شنو هو؟ كارطة تحط فيها كتلقاي كارطة محطوطة حدا راسك. الدم مرشوني بحال ما كنت الحياة. أه؟ بيت نعزين الدم مرشوني بحال ما كنت الحياة. الدم مرشوش في الحيط في بيت النعاس. ملي كنبدا في الصباح. فكرني شويش. يعني بزاف باش نلقاها. سمعوها الناس اللي ما كتآمنش. فاطمة كتصبح الصباح كتلقى الدم مرشوش في الحيط ديال بيت النعاس ديالها. كتلقى الحنة في رجليها. بعد الخطرات كتلقى كارطة حدا راسها. ودابا عاودوا ديروا لنا كومونتير قولوا لي راه كارطة حطها ليها ولدها حدا راسها. وديروا كومونتير وقولوا لي حنة ليها ولدها. وداك الدم اللي مرشوش شوف الطريقه ديال الحنه راه تسهلك الطريقه ديال الحنه اصلا ديال ماشي ديال الانس. انت لاحظت تاسك في فيديو ديال الحنه الطريقه ديال الحنه اصلا كندور الحنه في كنلقى الضو شاعل جيت نضم شي الضو في الضو بحال فهمتش على الشمع. كتشوفي اللي كيحني ليك؟ لا الضو شاعل محني ليا بس بحال هكا كنشوف رجلي كيبقى محنيه الطريقه واش محنيه يعني بالبلاصه الخاويه هاد البلاصه ديال الرجل الخاويه. ما محنيهاش. رجع الفيديو غتشوف. شتو التصويره انا غنحطها للمشاهدين يشوفوها. فحتى الطريقه ديال الحنه بحال اللي مرسومه طريقه سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله. فاطمه غادي نعاودوا نرجعوا للعلاج ان شاء الله. مستعدة مستعدة ها؟ مستعدة ما غتهربيش هاد المرة. ودونا نهرب أنا نهرب فين وليت غيدخل مدرسة ها؟ وليت نهرب داخل مدرسة أنا خارجة من داري. لا ما غتهربيش من العلاج، ما تنهضروش على خارجة من دارك. ما غنهربش من العلاج ما غنهربش من داري. أنا هربت من دابا يعني كيبان الساح كتجدد لقيت تما في الدار غادي نهرب في دمار ما خصنيش نبقى تما. هاديك الدار ما حدك فيها والمرض كيتزاد كيدير مشاكل تراكم بزاف بزاف بزاف. فاطمة حتى الدواء الجلدي عندك مشكل فيه كل خمس ايام. ها كل خمس ايام خصني خمس شهور ندير الدواء. بكيه كل خمس ايام دايره 500 درهم لا دايره 7000 7000 ريال ولا اخذ 1300 300 2300 2300 هي هذيك 500 درهم كل 5 ايام عندك 500 درهم ديال الدواء. لا كنطلع زوج طلع لي الدم راجلك. اه كان خاصها الدواء ما خاصهاش هادشي يعني وانا ما كنتحملش هادشي ما كنبغيش هادشي ما كنرضاش صافي
فاطمة شنو تبغي تقولي للمغاربة اليوم؟ انا دابا مشينا ديال الدري الصغير او كنقول ليها طلعت شي نبدا ولا ماما داخلني مابقاش بغيت نعيش معاك. الدري الصغير توا ولا باغي يهرب عليك؟ سبع العام كيقى زوين كيقى مزيان اسد قلت بالشهاده الاسد ديالو بشهاده المدير بشهاده كلشي انا كنت زعما بزاف ولا ماما بغيت الداخليه مابقاش بغيت نعيش معاك. أفي مكين أسوش مكين أسوش ليل نهار مكين أسوش مكين الناس مكين شوفوش أنا مكين أسوش فعلا مسيف أنا قدرة إنتي لك شير بغيت نوقع ديال حد حياتي هذا تشي تاهم لي بزاف وكنا خلينا مشي نعسوه كنا بات لي كله إفوا كي وصل للمغرب كان بقى كان وليك شي بسكت نغوت بصوت كان صوت داي صغار كي بحال الدرك شي بحال الطربية كي صغير كتبكي نموك بحال لك بحال شي بقرة صوت بعض ممكن ندير شي حوايج اللي كيقتلو شوف الراس بدون ما نقول قطعني قطعها قطعني قطعني ما وقفت يعني مش مجنونة وانتي ما كتحسيش بداك شي ما كنحملي كنملي كيعاودو لك لا كنحس بصح كندير داك الشيء ماشي ولا ما كنطيعش ولكن ما كتحكميش فيه لا كنحس بصح شنو كندير كيفاش شنو علاش كندير كوك عرفتش كان درجة أنا وقعت شي وقع واحد المشكل الوالدة ديالتي وكانت تسائل كيفاش هادشي وقع وأنا عيطت لها ونقول لك شي اللي كاين عيطت لها قلت لها أمك ديالها أمك شوف بحال بغيت بحال ولد فراغ نشوف ولد فراغ نكون بحال شويفة ولاو تيعطوك شي حوايج نقول لك شي اللي كاين ولي خدك كي جات أمر موقفو عليك فاطمة جاتني واحد اش قال لك؟ خدمي معنا خدمي معنا طرقي وطلعتوني عادي يحسب الولقة ودي لاباس هذاك الله العظيم أنا لا حول ولا قوة إلا بالله. كنتمنوا أن هاد المرة تقدري العائلة الدولية شي عائلة من خرجنا حفينا قلت ولدي مرة النهار اللي بغيت نطلع من الصح الدموم ولي بقى في ما نفهمش شوف مشينا لواحد الجدار ما نفهمش شوف يديك والدا ما رجعش ليها الدا ما رجعش تقول عيطت بنت خالتي قالت لي جيبها لعندي جيت لعندي ما كان دابا مشيت لعربي صاحبي بكى ربي كيبكي وكلشي كيبكي كلشي اول فاطمه وصلت للدرجه يعني كل كيبكي زدت واحد مات خالي داتني عند الطبيب قال لي مالي سيدي باقي حيه بابنك قلت لها شو ميته 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 المهم عطاني الدواء الى اخره قلت بس المصنع ما كيخرجش البوله ما كان خاصني نخرج بالتيو كنحس بشي بحال بحال عندي تيات كرشي عندك مشكل دابا ما كتمشيش ديري الصفراغ ديالك على اسبوع 10 ايام ملي والطبيب اش قال لك الدواء الدواء كندوم كيدير والو تصور شنو انا بغيت نشوف فيك قال لك ما عندك والو قال لي عندك فقط الدم عندك درجه نشوف فيك واسمعوا اللي ما كتامنوش سمعوا الطب باش قال هنا السيده راه عندها بالنسبه لينا عندها امساك لمده اسبوع 10 ايام مشات للطبيب خصو يعطيها شي حاجه اللي غدير لها اسهال وتنزل لها داك الامساك اللي عندها قال لها ما عندك والو حلل وناقش نمسي قد نمسي دم عصبة في ترقية العصب أنا ما نتعصب همسي مهم أعطاني الدواء ديال باش نتسهل ما تسهلش تصور شنو حبت الملك حبت الملك كنا كنعرفو حنا حبت الملك شحال كان كيقول له حبت مالك كانوا كي ياكل كاين كانوا كان انفو الواحد في فمو كتب كي همسي كيبقى في ديال ديالي واه هذيك كسنا حرام حبت الملك مالك اللي كنقولو حنا كتاكلها كدير لك الاسهال كتاكلها فاطمه ما كدير لها والو حتى حاجه حتى جا عندهم شي حد من العائله دار ليها واحد الماء ديال الرقيه سمعوا الماء الرقيه اش غيدير ليها شي من العائله شاف لا فيديو شاف ومن العائله شاف لا فيديو ديالي مي فاطمه شتي مريضه فهمتيني شتي مريضة قالي مفاطمة شتي مريضة
جا عندي قال لي جا عندي قال لي عطيني شي بركة عطيني الماء بدا كيقرا القرآن قرا قرا ليه. نهار الأول نهار الثاني نهار الثالث يجيني ويجي حسيت جنون كنت حسيت شي حاجة تهكر في الكرشي نور ولي ولي أمي أجي وأجي أجي كنطلق عليه جا عندي باش نوخر الماء الغريب الجاج كنت كندير لساني هكا عشاك جاج جاج قهوي كتخرجي الجاج خاصني بأيت الرحمن الجاج قهوي وقع عشاك البرازيلي كحل 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 يسهل كحل عمرني شفت اللون عمرني شفتو من 4:30 الصباح وانا حالتي تا 11 نهار وما تقبلتهاش ودك الاحراش جاني واعر قدام ولدي عنده 20 عام علاش راك مريضه راك مريضه فاطمه راك مريضه استوعبي هذه القضيه هذاك ولدك اللي انت حشمانه منه ولا الاحراج ولا راه هو مسكين اللي معيط ليا وكيبكي وتيطلب فيا باش نعاود نجي نصور معك داك نهار فاكي ضربي كان حسيتو كيضرب كيبكي حسيتو كيضرب كيبكي شو شو انه مباشره فاطمه نعلي الشيطان فهاد الشيء ديال الله عز وجل مكتبو عليك الله ما مكتبوش عليك العبد فهمتيني الله عز وجل الله هو اللي مكتب لينا اي حاجه انا نمشي للمرض بالعكس انا نقول لك نقول لك السرطان نقول لك اي مرض خبيث تقبل قبل المرض ديالك باش كتشوف واسك كتشوف شي دواء اللي هو باش ديالك صافي خرجوا خرجوا يستني بو 125 كنشربوا ما كاين لي والو غادي حتى لفرنسا تعطي 120 سيكوند 100 سيكوند خاطر 100 سيكوند خاصك خاصك كالميني انا كنشوف 100 سيكوند اش كنولي ولكن بحال الانسان بحال بحال شي طير بحال شي طير فاطمة الله يدير لك تاويل ديال الخير الله يجيب لك الشفاء الله يشافيك ويعافيك نسمعها نسمعها ليها كانت كتسمع فيا هذا مرضني درت لك اجد كان نصحتك اجد لك شنو خاص تعمرني اصلا انا خاصتك خاطرك كنت غير تاخذيها كنت برا وي اختي جيب لي وجبن كنخلي ما كنجيب لك نجيب شهر جي وحملو وجبنو كنعطيك كنت جاي ديال داري يمكن كتزال الجفاف كنعطيك وسيم مالي عمرني عطيتك في يديا وسيم مالي بزاف قد وقد زر راسك انت كتعرف بلوتي مكينه كاعدو كنديش كنت تسير راسك كاين شي ما كاين جاوبيني كنتمنى تجاوبيني على هذا الشيء اللي قلت لك هذا ميساج من فاطمه لصاحبتها اللي سحرات لها فنتمنوا من الله عز وجل ان ميساج ديال فاطمه يوصل للمغاربه ميساج ديال فاطمه يوصل للقلوب الرحيمه فاطمه مازال محتاجه للمغاربه للمساعده ديالهم فاطمه بدا كيتخلاو عليها المحيط ديالها الزوج الأبناء لا حول ولا قوة إلا بالله فاطمة محتاجة لكم المغاربة للدعوات ديالكم محتاجة للمساعدة ديالكم الهاتف ديال فاطمة غتلقوه على الشاشة كنتمنى من الله عز وجل ما تبخلوش عليها ودعيوا معها الله يجازيكم بخير وهذا ميساج لسينور الدين سينور الدين كنتمنى من الله عز وجل أنك تكون بخير وعلى خير نعم كنعتذر من سينور الدين ما كنجاوبوش انا ماشي ماشي ما انا ما عرفتش ماشي لخاطرك ماشي لخاطرك راك سمعتي معنا الفيديو ديال فاطمه كتعتذر منك ما كتجاوبكش حتى بدات العيله شويه وقفات ولكن انت هادشي انت فاهمو هادشي راك عارفو ملي كي يسخن الطرح حتى هما تيديروا ليها العوارض أعزائي المشاهدين ما غاديش نوقفو هنا فغادي نعاودو نرجعو عند فاطمة إن شاء الله نشوفو الحالة ملي تبدا العلاج بإذن الله إن شاء الله الرحمن الرحيم حتى الدري الصغير لا حول ولا قوة إلا بالله ما بغاش يرجع للمدرسة كنتمنوا من الله عز وجل ان الى كاينين شي جمعيات اللي يقدروا يوقفوا مع فاطمه يمدوا يد المساعده هي محتاجه ليكم كان معكم في التعليق الحراب عبد الكبير الى اللقاء